اهلا بيكم معانا في كايرو دار. ان شاء الله هنتقابل دلوقتي معاكم في نص من النصوص المقررة علينا في هذه السنة الجميلة اللي ان شاء الله هتختم كده بالنجاح والتفوق ان شاء الله. وزي ما انتم عارفين ان النصوص المقررة علينا السنة دي 10 نصوص عبارة عن 7 شعر و3 نثر. واحنا في النصوص الشعر بنقسمها الى قسمين، 6 نصوص تحت عنوان الشعر الغنائي الذي يتحدث عن ذاتية الكاتب، ونص واحد بس وهو الشعر المسرحي. لأن عادة الشعر في كل بلاد الدنيا 3 أنواع، اللي هو الشعر الغنائي والشعر المسرحي والشعر الملحمي. خلاص؟ والشعر الملحمي اللي هو بيتكلم عن البطولات، زي ما احنا خدنا في مدرسة الإحياء والبعث للشاعر أحمد محرم اللي هو اتكلم عن غزوات النبي صلى الله عليه وسلم في قصائد طويلة قوي قوي، ده يسمى شعر ملحمي. فيبقى احنا الشعر عندنا 3 أنواع، شعر غنائي، عندنا 6 نصوص. طب ليه 6 نصوص؟ لأن كل نص بينتمي إلى مدرسة من المدارس، وإحنا عندنا في الأدب مدارس 6، بدءا من الإحياء وبعدين مطران وبعدين الديوان وبعدين أبولو وبعدين المهجر وبعدين المدرسة الواقعية اللي عليها النص اللي معانا النهاردة، وهو نص الإيه؟ النصور. إذن هذا النص يتبع المدرسة الواقعية. ولذلك بقى أنا عايز الناس كده إيه؟ تستمتع معايا بهذا الإيه؟ النص وبمعانيه، واحنا هنتعامل مع النص ده بطريقة سهلة مبسطة، ولكن اكيد انتوا هتبقوا مركزين معايا الى اقصى درجة. اول حاجة، اول معلومة بخلاصة، ركز بقى كده معايا وشوف ان ده هذا النص ينتمي الى المدرسة الواقعية. طب لماذا سميت المدرسة الواقعية بهذا الاسم؟ هقوله لان الموضوع مستمد من واقع الحياة. حلو قوي. طب نص النصور ده مستمد من واقع الحياة، طب ايه الموضوع بتاعه؟ هتقوله من الشعر الانساني، بالغرض الشعري الشعر الانساني، يعني بيتحدث عن الانسان. والانسان ده اساتذه في كل زمان ومكان هو نوعان. خلاص، احنا اصلا مش قطعية واحدة، مش شكل واحد، احنا مختلفين كبشر، مختلفين لان سنة الخلق خلاص الاختلاف، مش البشر بس، الاختلاف. فاحنا دلوقتي عندنا ايه؟ عندنا الانسان نوعان. اهل القمم واهل الحفر. الشاعر رمز لاهل القمم بالنسور، ورمز لاهل الحفر بالارانب. ففي ناس مننا تعشق كل ما هو جميل. خلاص؟ اقول بقى كل ما هو جميل، تعشق النجاح، تعشق الإبداع، تعشق التفوق، تعشق الأخلاق الفاضلة، تعشق الجهاد، تعشق البناء. خلاص، يبقى دول إيه؟ أهل القمم رمزهم النسور. وفي ناس في هذه الحياة تحب كل ما هو قبيح. خلاص، الكذب، تجسس، سوء الأخلاق، خمول، الكسب، الكسل، المجاميع في الثانوية العامة اللي ملهاش لازمة، دول أهل الحفر. إنما المجاميع الجميلة اللي ليها مكانة كبيرة أصلا في المجتمع، يبقى دول أهل الإيه؟ أهل القمم. زي أنت، ما أنت بتقول لي بص أنا ما ينفعش بأي حال من الأحوال نهار ما تواضع قوي أنا ما أقلش عن 95، ده كده يبقى أنا متواضع قوي. إنما هو المفروض اللي أنا راسم عليه 98 فيما فوق، فأنا كده من أهل القمم. في واحد بقى بتاع 50%، هو عايز كده، مش فارقه العمليه بالنسبه له. يا ابني يا حبيبي، ما ينفعش ال 50% دي تعمل بيها ايه دي؟ يقول لك لا لا لا، هي عجباني، مالكش انت دعوه. طبعا ممكن ينزل بقى بعد تحت الايه؟ ال 50%، هدول اهل الحفر. انما احنا عايزين دايما نكون من اهل الايه؟ القمم. ده الموضوع بتاع النص معانا النهارده. وهنلاحظ ان الشاعر اتكلم في 3 دفعات شعوريه، دفعه يعني مقطع، يعني 3 دفعات شعوريه عن النسور، وفي مقطع واحد عن الأرانب. فلما أسألك في المعلومة التانية بعد ما قلت لك إن هذا النص من المدرسة الواقعية، وقلت لك ليه تكلم 3 مقاطع عن النسور ومقطع عن الأرانب، تقول لي لأن الإنسان إذا أحب شيئا أكثر الحديث فيه. أنت لما تحب حاجة تتكلم عنها كتير، وهو النسور بالنسبة له بيحبهم لأنهم أهل القمم، فتكلم عنهم كتير،
والارانب بيكرههم اصلا، فاتكلم عنهم ايه؟ قليل. يبقى لان الانسان اذا احب شيئا اكثر الكلام فيه وعنه. واضح؟ وادي المعلومه رقم 2. المعلومه رقم 3 بقى، تعالى ناخد انا وانت ال 41 سطر دول بتوع النص، تعالى ناخدهم اجمالا. خلاص؟ وبعد كده ناخدهم تفصيلا. متفقين؟ يعني هو نوع بس من تنظيم الشرح، لان انا عارفك ان انت بتحب مخاطبة العقل، ماشي؟ لان انت لو فهمت هتحفظ، انما تحفظ بدون فهم اه ده بقى ايه؟ علامة الخطر اصلا. تعال انا اقول لك على حاجة. احنا عادة اي نص من النصوص بيبقى مطلوب مننا فيه ايه؟ النقاط الاتية: اعرف معاني الكلمات، وبعد كده الشرح، وبعد كده ابين نوع الاسلوب خبري او انشائي، وبعد كده اطلع المحسنات الايه؟ البديعية، وبعد كده اطلع الصور الخيالية. خلاص؟ ويبقى فاضل لي حاجتين. الحاجة الاولانية اللي هي النقد الموجه الى الشاعر، والحاجة التانية السؤال الابداعي، اللي هو السؤال بيعتمد على ان انت بتفكر. خلاص؟ فتبدأ تستنتج الاجابة. يبقى دلوقتي عندنا كام؟ 7 حاجات. تعالى في الخمس حاجات الاولانيين دول. في الالفاظ، هذه المدرسة الواقعية من سمتها استخدام الألفاظ الشائعة. يعني أنت سعادتك مش هتقولي الكلمات دي أنا مش عارف معناها، ليه؟ لأن الكلمات دي متداولة وليست كلمات معجمية، يعني نفتح المعجم كده عشان ندور عليها. طب ما هو النسور الطليقة في الأفق، النسور الطليقة هائمة في الفضاء الرمادي ترصد موقعها في أعالي الجبال. طب أنت تيجي تقولي يعني إيه الجبال؟ هتيجي تسألني تقول لي يعني ايه يا استاذ اللون الرمادي؟ ها؟ هتيجي تقول لي يعني ايه النسور؟ استخدام الالفاظ الايه؟ الشائعه. ادي الالفاظ. والشرح ان انت تحوله الى جمله. جمل كده نثريه مترابطه. وفي ال 41 سطر بتوع النص دول لما تيجي تبين الاسلوب، كل الاسلوب كله، كل السطور كلها خبر. ما جاش الاسلوب الانشائي ولو مره واحده، ما جاش. ولما تيجي تقول لي الغرض من الاسلوب الخبري، تقول لي إذا تحدث عن النسور يبقى الغرض التعظيم، وإذا تحدث عن الأرانب يبقى الغرض منه التحقير. خلاص؟ أدي الأسلوب. لما تيجي تتكلم عن المحسنات، المحسن الأساسي اللي بنى الشعر في هذه القصيدة هو الطباق والمقابلة. ليه؟ تقول لي لأنه بيعمل عملية موازنة ما بين حياة النسور كأهل قمم تمتلك الفضاء البعيد الواسع والنجوم والضوء والنور وكل الكلام الجميل ده، وما بين حياة الأرانب اللي هي في أعماق الأرض في المضيق، إن هو عميق وإن هو مظلم وإن هو له رائحة غير مرغوب فيها. ها؟ شايف كلمة غير مرغوب فيها دي كده، أنت عارف إن ليها مرادف عندك. خلاص، رائحة غير مرغوب فيها، هي دي الحياة بتاعتهم. فعمل عملية مقابلة موازنة ما بين هذه الحياة وهذه الحياة لكي يرغبك في هذه الحياة وينفرك من هذه الايه؟ الحياة في كل امور حياتك. ان شاء الله حتى تكون بتاكل. يبقى لازم تسلك سلوك اهل القمم وليس اهل الحفر. بتذاكر تسلك سلوك اهل القمم وليس اهل الحفر. وانا بشرح اسلك سلوك اهل القمم وليس اهل الايه؟ الحفر في كل نشاطات الحياة. حلو قوي. طب احنا قلنا دلوقتي ده الاساس، المحسن الاساسي، وتلاقي مثلا هو راح جايب الجناس الناقص ما بين كلمه منارات وكلمه مدارات وجابه مره. واضح؟ طيب، وبعد كده الخيال. طيب يا سيدي، الخيال اللعبه انت تلعبها ازاي؟ تقول لي بص يا استاذ انا اقول لك حاجه. اول حاجه، يبقى النسور دي استعاره تسريحيه والارانب دي استعاره تسريحيه. طب والتشبيه؟ شبه النسور مرة بالشموس، ها؟ وشبه الأرانب باللآلئ. طب الكناية؟ تقول لي أكيد مرتين. بقول لك ليه؟ تقول لي لو اتكلم عن النسور يبقى كناية عن التعظيم، ولو اتكلم عن الأرانب يبقى كناية عن التحقير. الله عليك، الله عليك. وانت كده أصلا إيه؟ بتلم الدنيا كده بصورة إيه؟ سريعة ومنظمة. طب والاستعارة المكنية؟ هتقول لي بقى دي إيه؟ دي اللي هي كتيرة جدا في النص. قال لي ومع ذلك هي كتيرة جدا، بس بالنسبة لي ما فيش مشكلة. قلت لك ليه؟ قلت لي اي فعل هتقع عيني عليه في هذه القصيدة وانا مغمض هقول استعارة مكنية. ليه يا ابني هتعمل كده؟
يقول لي استاذ اصل هو مش بيتكلم على النسور كطيور، هو مش بيتكلم اصلا عن الارانب كحيوانات، انما هو بيتكلم عن طائفه البشر بس. هو شبه الانسان الذي يرغب في القمه بالنسر، والانسان الذي يرغب في الحياه الوضيعه بالايه بالارنب، وحذف الانسان وجاب صفه من صفاته وهي مثلا زي ما اقول لك كده ايه، تتذكر شكل السهول. ما دي النسور بتتذكر شكل السهول، تقول لي كده شبه النسور بانسان يتذكر، وحذف الانسان واتى بصفه من صفاته وهي التذكر، خلاص يبقى هو كده عمل ايه؟ استعاره مكنيه. فاي فعل وانا ماشي كده على طول زي الصاروخ خلاص يبقى استعاره ايه؟ مكنيه. تقول لي الله، طب امال احنا نعمل ايه بقى في النص لما احنا قلنا كده الالفاظ شائعه والشرح خلاص كده معروف والاسلوب خبر ايه فقط والمحسنات بناها كلها على الطباق والايه والمقابله، وبعد كده الخيال ادي الاستعاره التصريحيه وادي التشبيه وادي الكنايه وادي الاستعاره المكنيه، امال احنا هنعمل ايه في النص؟ لا، قبل ما نتكلم في المرحلتين اللي هما مرحله النقد ومرحله الايه السؤال الابداعي، في نقطه مهمه انت مش واخد بالك منها، وهي ان المدرسة الواقعية من السمات الاساسية ومن الخصائص الاساسية لها استخدام الرمز في التعبير عن المعنى. وانت هتتسأل في الكلام ده في استخدام الرمز، الكلام ده رمز الى ايه؟ والرمز ده هو اللي هيوضح لك مقاصد الشاعر الذي يريد ان يعطيها لنا. استخدام الرمز دوت هو مجموعة الرسائل التي سوف يبعثها الشاعر ايه؟ لنا. خلاص؟ فتجيلنا هذه الرسائل فنقرأها ونستفيد منها. تعال نشوف مع بعض بقى كده ونبدأ كده مع ايه بدءا من السطر الاولاني. يلا اساتذه كده بسم الله. النسور الطليقة هائمة. تعال نتوقع انا ممكن اتسئل في ايه، ماشي؟ ناخدهم السطور دي كده كلها وبعد ما اخلصهم واقول لك هنا ممكن تتسئل في كذا وتجاوب بالطريقة كذا، وبعدين في الاخر خلاص اروح اعمل لك عمليه اجمال للنص تاني. يبقى انا دلوقتي ايه مشيت مع النص على ثلاث مراحل، اديته لك الاول اجمال وبعد كده همشي معاك اهو دلوقتي تفصيلا، وبعد كده في الاخر برضو ايه هعمله لك اجمال، بس الاجمال الاولاني مش زي الاجمال الاخير، هعمله لك بس بطريقه مختلفه. صح صح كده وركز ايه معايا، يلا بينا. معذره. النسور الطليقه هائمه. اولا هائمه تدل على الايه؟ يقول لي كده لو قال لي المقصود منها اقول له العلو والتحليق، يعني ماذا قصد الشاعر من كلمه هائمه؟ اقول له العلو والتحليق. طب لو قال لي ايه رايك فيها؟ نقد. اقول له غير جيده. طب وايه السبب؟ الانسان الهائم هو الانسان الذي يسير على غير هدى، مضطرب الهيام، خلاص متلخبط. فعشان كده هذه الكلمه لا تتناسب مع الجو النفسي، لان الجو النفسي في الحديث عن النسور هو التعظيم، هي المباهاه، هو الفخر بهذه الايه الطوائف من الناس. ادي اول حاجه خلاص، بعد ما قلنا اجمالا تعال ناخدها كده ايه بالتفصيل، نأزأز انا وانت هذه المعلومات الجيده. في الفضاء الرمادي، هاجي اقول لك طبعا كلمه الرمادي ده رمز الايه، تقول لي اللون الرمادي اصلا هو اسود على ابيض. طب دي رمز ايه؟ رمز الاختلاط الحق بالباطل. النسور يا اساتذه اهل القمم، احيانا احنا كمجتمعات بنمر في ظروف معينه، هذه الظروف يختلط فيها الحق بالباطل والناس تبقى في حيرة وفي اضطراب، فين الحق فين الباطل، الدنيا كلها راحت داخله ببعضها، فالناس مضطربة والناس مختلفة، ووصل الاختلاف إلى حد الخناق، وكل واحد يدعي أنه على حق والحق لا يتعدد، أكيد في واحد حق وفي واحد إيه باطل، فالناس تاهت. طب اعمل ايه لو في حاله انا حصل الاضطراب والتوهان ده كده، اللي هو اللون الرمادي اختلاط الاسود اللي هو الباطل على الابيض اللي هو الايه الحق، اروح رايح للنسور. النسور دول ايه مهمتهم؟ فض الاشتباك، يقول لك هذا هو الحق وهذا هو الايه وهذا هو الباطل. زي بالظبط انت وصاحبك اختلفتوا على اعراب كلمه، انت بتقول حال وهو بيقول تمييز، لا حال لا تمييز، وانت تجيب ادله وهو يجيب ايه ادله، هنا الفضاء رمادي، تروح رايح للنسور تجيلي وتقول لي انا قلت حال وهو قال تمييز، احكم بينا. خلاص اقول لك انت صح ولا هو صح، دي نائب عن المفعول المطلق. خلاص ليه؟ عشان انت غلطان عشان كذا كذا، وانت غلطان عشان كذا كذا، والصح اللي انا قلته عشان كذا كذا كذا، رحت جايب الايه رحت جايب الادله.
يبقى ده انا عملت عملية تمايز ما بين الاسود والابيض، ما بين الايه الحق والباطل، لان دي مهمتي. عشان كده قال ايه بقى؟ ترصد موقعها فين؟ في اعالي الجبال. طب ترصد تقول الدلالة على التحديد الدقيق للموقع، يعني انا بحط رجلي عارف انا بحطها فين، عنصر الرصد. ماشي، ترصد موقعها فين؟ في اعالي الجبال. يجي يقول لي في اعالي الجبال رمز الى ايه؟ تقول لي الى وضوح الرؤيه وشمولها. دايما يا اخوانا كده الضوء يحطه لنا فوق. طب ليه فوق؟ عشان يبقى فيه عنصر الانتشار والاتساع والوضوح. ودايما واحنا قاعدين كده بنشوف الخطيب على المنبر والمنبر بيكون عالي. طب ليه؟ عشان هو يبقى الرؤيه واضحه وايه؟ وشامله. وأبراج المراقبة في الأماكن المهمة، الحراس بيوقفوهم فين؟ في أماكن عالية. طب ليه في أماكن العالية؟ عشان مساحة الرؤية تبقى ليها صفة الإيه؟ الاتساع والشمول والوضوح. عشان كده النسور عندما ينظرون إلى الأشياء، ينظرون إلى الأشياء من أعلى، فتكون رؤيتهم رؤية واضحة شاملة. عشان كده لما ساعدتك تفكر في الطريق اللي انت ماشي فيه، هل هو حق ولا باطل، تروح للايه؟ لهؤلاء العلماء، لهؤلاء النسور، حتى لانهم لهم رؤيه لها صفه الايه؟ الشمول والوضوح في اعالي الجبال. ماشي كده؟ طب يلا. قال لي انها تتذكر شكل السهول بخضرتها بتدفق غدرانها. إنها تتذكر شكل السهول، في عندك ثلاث كلمات: سهول، والخضرة اللون الأخضر أنت عارفه، والغدران اللي هي مفردها غدير وهو النهر. والثلاث كلمات دول أقول لك دول إيه؟ تقول دي رموز الحياة السهلة. يعني إيه بقى؟ يقول لي النسور وهي تسعى للوصول إلى هدفها تتذكر أن هناك حياة سهلة، ولكنها لا تمارسها، لأنها لو مارست هذه الحياة السهلة لن تصل إلى الهدف. مثال، وأنت سعادتك قاعد بتذاكر وقاعد على مكتبك، في جنبيك سرير عليه بطانية حلوة والدنيا برد، ودي الحياة السهلة. لو أنت مارستها الحياة السهلة مش هتذاكر، فأنت فاكر إن في حياة سهلة ولكنك لا تمارسها. ليه؟ طمعا في الوصول إلى الهدف، وهو ان انت تخلص المذاكره الايه اللي عليك. واضح؟ يبقى ده السهول والخضره والايه والغدران. وروح جايب في 8 و9 دي جمله اعتراضيه: والارانب تقفز في العشب مثل اللآلئ. وتعالوا نقف في 8 و9 ده كذا وقفه. اول حاجه، الارانب تقفز في العشب مثل اللآلئ، تعرف ان هم اهل الحفر، اهل الباطل، الكسالى، الكتع، المكسحين، حياتهم سهلة. يا اخوانا في طاعة وفي معصية، ما فيش أسهل من المعصية. أي حد فينا ممكن يعمل أي معصية في منتهى السهولة، ولكن عشان تطيع الأمر مجهد. بدليل بناء زي اللي احنا فيه ده، عمارة ضخمة زي دي كده، عشان تتبني عايزه وقت طويل قوي عشان تتبني ونخلصها كده عشان تبقى صالحه للاستخدام. متعب، البناء متعب. ولكن عشان نهدمها ممكن بتبقى في ناطحات سحاب بيهدوها في ثواني معدوده، تتهد تبقى كوم تراب. فالهدم سهل، فحياه الارانب سهله. ادي العشب، هي زرعته؟ لا. راعته؟ لا، اهو موجود قدامها تقفز فيه في العشب. وهي مثل اللآلئ، واللآلئ لؤلؤ، واللؤلؤ براق. فتشوف أهل الباطل، أهل الباطل دول بيبقوا بيلمعوا في عنصر اللمعان، ولكن هذا لمعان ظاهري والداخل أجوف. الداخل أجوف ده ما عندوش أي معلومات، لما يجي يتكلم في أمور جادة أنت تصاب بالاندهاش، عشان واحد بيتكلم في معلومات وبيخطئ أخطاء لا يخطئ فيها طفل. ليه؟ رغم إن هو إيه؟ له مظهر براق، ولكن الداخل خرب.
والنماذج دي قدام عينيكم كتير قوي قوي، اسماء رنانه، ومع ذلك اذا تحدثت في الامور الجاده تحدثت باشياء لا يعقلها طفل، فهو ايه؟ ارانب تقفز في العشب مثل اللآلئ. الوقفه الثالثه في 8 و9 بعد ان هي جمله اعتراضيه وان هي اصلا دلاله على الايه؟ شبهها هو بالارانب باللآلئ، هتقولي ده تشبيه غير جيد على اساس ان اللؤلؤ محبوب والارانب كرمز لاهل الحفر غير محبوب، فيبقى التشبيه غير جيد. هيرجع يستأنف في الكلام عن النسور ويقول ان هتتذكر شكل السهول بخضرتها بتدفخ غدرانها، تتذكر والجوع يحرق احشاءها فتسدد نظرتها للمحال. الله، حلوة قوي 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 الاستعارة المكنية دي. والجوع يحرق أحشاءها فتسدد نظرتها للمحال. طب حلوة ليه؟ وانت معجب بيها زي ليه؟ لأنه هو وهو يسعى إلى تحقيق الهدف، الجوع يحرق أحشاءه، لأنه هو محتاج إلى الطعام ولكنه لا يأكل، والجوع بالنسبة له في استبداد لأنه هو نار تحرق الأحشاء، ومع ذلك لا يمارس عادات الطعام لأنه سوف يصرفه ذلك عن هدفه، وهذا الهدف عشان كده قال لي فتسدد خلاص نظرتها للإيه؟ للمحال. لاحظ كلمة التسديد، زي اللاعب كده المحترف اللي بيسدد ضربة الجزاء اللي هناخد بسببها الكاس، بيسددها تسديد صحيح. فتسدد نظرتها للمحال. وهنا انت تسألني سؤال، انا بسمعك تقول يا استاذ كيف جعل الشاعر هدف النسور محال؟ اليس هذا عبث ان انت تسعى الى تحقيق المستحيل؟ لا، مش زي ما انت فاهم، لان هذا الهدف قد يكون مستحيلا وقد يكون ممكنا في نفس الوقت. هتقول لي ازاي بقى؟ اقول لك انا، لو انا جبت نسر حقيقي وأرنب حقيقي وكده واقفين احنا كده في السهل تحت اسفل الجبل، وقلت لهم الاثنين اطلعوا لي في 3 دقائق الى قمة الجبل، انت هتقول لي ايه؟ هتقول لي صعود النسر الى قمة الجبل في الزمن اللي انت حددته ده امر ممكن، ولكن بالنسبة للأرنب مستحيل. إذن الهدف قد يكون بالنسبة لك ممكنا وقد يكون بالنسبة لغيرك مستحيلا. ولذلك يا أساتذة، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. إزاي دول ينتصروا وهم في حالة هذا الضعف وقلة العدد، ودول في هذه حالة الكثرة الرهيبة؟ ماشي، ليه؟ الهدف الذي تعتقد أنك أنت تعتقد أنه مستحيل هو بالنسبة لهؤلاء النسور ايه؟ ممكن. خلاص؟ عشان كده فتسدد نظرتها للمحال. بس شايف النسور دي ايه؟ لا تلتفت الى عوامل الضعف. قال لي تتعالى. وانت طالع على السلم كده انت لا تقنع بهذه الدرجة. لا، تروح صعد ايه؟ في درجة اعلى، والدرجة دي كمان درجة وكمان درجة، فايه؟ تتعالى. تحلق مثل الشموس التي أفلتت من مداراتها. تشبيه جميل، إن هو شبههم بالشموس. ولما أقول لك شبههم بالشموس ليه؟ تقول لي استاذ لأن النسور دول بالنسبة للمجتمع هم رمز الحياة، كما أن الشمس ربنا جعلها سبب للحياة. إحنا طبعا على الأرض بدون شمس نموت، ما نعيش ثواني. خلاص؟ فكذلك المجتمعات بدون النسور لا تعيش. خد مثال، يعني تخيل مثلا من النسور قطز، سيف الدين قطز اللي هو هزم التتار بعد سقوط بغداد وبعد قتل مئات الألوف من المسلمين في بلاد العراق والشام، ولكن انتصر في عين جالوت. فتخيل لو ما فيش حاجة اسمها قطز، تخيل لو ما فيش حاجة اسمها صلاح الدين، تخيل لو مفيش حاجة اسمها خالد بن الوليد، تخيل تخيل تخيل، دول نسور. دول ايه؟ نسور.
طب ده على الجانب العسكري. على الجانب العلمي، تخيل لو انهاء العلماء لم يخترعوا هذا الايه، هذا الاختراع، اذا ده بالنسبه لمجتمعاتهم شموس خلاص. تخيل لو مش حاجه اصلا اسمها توماس اديسون مثلا اللي هو عمل المصباح الكهربي، اذا دي بالنسبه للمجتمعات شموس. تحلق مثل الشموس التي افلتت من مدارتها، هو افلت من مدار الجهل والضعف والكسل اللي هو مدار الايه؟ الارانب. خلاص؟ زي الشباب كده اصلا بيبقى طاقه غير عاديه. لو هو دار في فلك العواجيز يبقى مش هيعمل حاجه. لا لا لا، لازم يفلت من هذا المدار، مدار الكسل والبطء في الحركه والجمود. افلتت من مدارتها، ولكن عيب على الشاعر كلمه افلتت لانها كلمه عاميه مبتذله. أفلتت من مدارتها، ليه بقى أفلتت؟ التعليل هنا يصبح الأفق ملكا لها. شوف بقى الرحابة، الاتساع في مقابل الضيق والظلام اللي عايش فيه الأرنب، يصبح الأفق ملكا لها. وإيه كمان؟ والنجوم مناراتها. وإيه كمان؟ والخلود احتمال. يا أساتذة، عيب علينا إن إحنا نيجي للحياة والتاريخ لا يكتب عنا ولو سطر، بس كتابة إيجابية طبعا. ليك صفة الخلود، انت بتدرس في الحملة الفرنسية، سليمان الحلبي قتل كليبر، بس نص سطر، ولكن لأنه قام بعمل عظيم ضد الأعداء فخلده التاريخ، يبقى الخلود احتمال. وبعدين تسأل نفسك انت سؤال دايما احنا بنسأله، الناس دي بتتحمل ازاي؟ لو انا جبت لك مثال وانت تقيس عليه كل ظروف الحياه وانت ذكي وهتفهمني، ما بيبقى ليك واحد صاحبك بيذاكر، بتقول له انت ذاكرت يا ابني امبارح كام ساعه؟ يقول لك 5 ساعات. انت بتصاب بصدمه من هول المفاجاه بالنسبه لك، تقول له وقدرت تقعد على مكتبك كده وتستحمل طول هذه المده الطويله؟ يقول لك اه. يعني طب ما ملتش، ما تعبتش، ما تضايقتش، ما الحاجات دي كده كلها؟ يقول لك لا، انت اصلا ما بتصدقوش، او انت بتقول لنفسك هو بيستحمل ازاي؟ ايه اللي بيخليه يتحمل هذه المده الطويله؟ وانت تقيس على المثال اللي انا بقوله لك ده امثله اخرى. اصل انت في الفقير مش زيك، ما بياكلش زيك، مش عايز زيك، مش عارف ايه الحاجات دي كده كلها. فانت بتتخيل طب هو عايش ازاي؟ طب بيستحمل ازاي؟ ده انا لو ما جابوليش مش عارف كذا ما اقدرش. الناس دي بيبقى عندها جوه هنا في قلوبها كبرياء، قوة الإيمان. شوف بقى قوة الإيمان بتعمل ايه؟ خلاص؟ عندها تأخذ الكبرياء التي قتلت جوعها. قوة الإيمان بتقتل فيها كل عوامل الضعف. خلاص؟ فبيحصل إيه؟ يحصل إيه؟ وهذه القوة لها صفة التمدد، فبتنسيهم الحياة السهلة، تنسى تراب السهول، اخدرار الحقول، انبساط الرمال. وتعالى أقول لك المثال ده عشان تعرف يعني إيه كبرياء تقتل كل عوامل الضعف. بيقولوا كانوا قالوا لسيدنا بلال بن رباح الذي كان يعذب في صحراء مكة من الظالمين من قريش، كيف كنت تتحمل هذا العذاب الرهيب؟ قال اختلطت مرارة الألم بحلاوة الإيمان، فتغلبت حلاوة الإيمان على مرارة الألم، فثبت وكنت أقول أحد أحد. ثبت رغم قسوة العذاب الرهيب الذي تعرض له، ولكن ما قالش أنا مش كنت بحس، لا، ولكن قال امتزجت مرارة الألم بحلاوة الإيمان، ولكن تغلبت حلاوة الإيمان على مرارة الإيه؟ الألم. هو دي الفكرة اللي الشاعر بيلمسها وبيقول عندها تأخذ الكبرياء
التي قتلت جوعها، قتلت كل عوامل الايه؟ الضعف. فانت بتشوفه ازاي بيتحمل كل هذه الالام بسبب القوه، حلاوه الايمان التي تتغلب على مراره الالام. خلاص؟ فبتنسيه الحياه الايه؟ السهله اللي هي تراب السهول، اخضرار الحقول، انبساط الرمال. تعالوا بقى وهو بيصور حياه الايه؟ حياه الارانب. بيقول في المضيق العميق الارانب. وطبعا انا لما اسالك عن اعراب كلمه الارانب انت هتقول لي مبتدا مؤخر، وتبقى انت عارف التقديم والتاخير ده كاسلوب قصر للتخصيص، ماشي. ولكن تاخير الارانب اصلا تقول لي الايه؟ لان للتحقير، للازدراء، عدم الاهميه بالنسبه له، لان الشيء اللي مش مهم بالنسبه لك انت بتاخره، بتبعده عن حياتك. خلاص؟ طب شوف حال الارانب بقى ايه؟ شوف السجن بقى اللي هي معايشه نفسها فيه بسبب الخوف اللي موجود جواها. لان كلمه ارنب على فكره في اللغه العربيه صفه بمعنى جبان، امول رجل ارنب يعني جبان. خلاص؟ وبعدين اتخذت هذه الصفه اطلقت على هذا الحيوان اللي اسمه الايه؟ الارنب، لانه بيستكين. انت لما تيجي تمسك الارنب كده ما بيقاومش. احنا مش لازم نكون ارانب اصلا، ما بيقاومش، ولكن لابد من ان نكون نسور، نحلق. فعشان كده قال ايه؟ في المضيق العميق الارانب، قال بقى قابعه في انتظار المصير المدجج بالموت. قابعه يعني جالس. ودي صوره مركبه من ثلاث استعارات، في انتظار المصير المدجج. المدجج أقول جندي مدجج بالسلاح، يعني متنوع، يحمل أسلحة متنوعة، محمل بأسلحة متنوعة. خلاص؟ مدجج بالسلاح. هو قال لي مدجج بالموت، مشبه لإيه؟ السلاح بالموت. خلاص؟ وقال لي هي في انتظار، وانتظار وشحب، شخص المصير وإنه شخص ينتظر. أدي الثلاث استعارات فالصورة مركبة. قابعة في انتظار المصير المدجج. يا أساتذة، كل واحد فينا ليه ساعة معينة هيموت فيها، لن تتقدم ولن تتأخر، كما قال ربنا إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. أي لحظة معنا هموت فيها، خلاص انتهى. إذا من العار أن تكون جبانا، طالما أنا في لحظة معينة أنا هموت فيها، يبقى موت جبان ليه؟ ما هو أنا جبنت شجعت، هي اللحظة، هي أنا هموت إيه فيها. فعشان كده هو بيستنكر هذه الاستكانة وهذا الذل من شخصيات الأرانب، إن هي قابعة في انتظار المصير المدجج بالموت. هو منتظر إن هو يموت، ويموت ذليل. لا، طب وليه؟ طالما هي موتة بموتة، يبقى الإنسان يموت حرا عزيزا شامخا، لأن هي كده الساعة لن تتقدم ولن تتأخر. طب حياتهم ايه؟ تأكل أعشابها بالفرار إلى الجحر، ترجف بالخوف بين الظلال. تأكل أعشابها بالفرار، شوف، لأن الإنسان الذي يكون على باطل، يا أساتذة، السارق في الأتوبيس لما بيجي يسرق، في فرق ما بين قطع الطريق وما بين السرقة، فهو بيأكل أعشابه بالفرار إلى الجحر، يختفي، يتخفى، لا يجاهر، ماشي؟ تأكل وعشا. وانت لا، مش انت لما واحد يجي يغش في الامتحان، تأكل عشابها بالفرار الى الجحر. خلاص؟ يعني هو حتى لو عن طريق البلاك بيري مثلا، برضو تأكل عشابها بالفرار الى الايه؟ الى الجحر، في حالة تخفي، لان هو الباطل كده. خلاص؟ الباطل ايه؟ لجلج، يعني دايما مضطرب وضعيف، والحق أبلج قوي، منير، مضيء، واضح. ترجف بالخوف بين الظلال. الظلال رمز للأمان، ومع ذلك هؤلاء الأرانب نتيجة ظلمهم ونتيجة سيئاتهم، إلا أنهم في حالة رعب شديد، رغم أن وسائل الأمان تحيط بهم من كل اتجاه. لأن الخوف يا أساتذة، الأمان بيكون في الخارج، ولكن هو مشكلته في الداخل إنه هو
في حالة جبن شديد ومنتظر الموت يأتي من كل مكان. عشان كده قال لي قابعة في انتظار المصير المدجج. بص يعني وسائل الموت متعددة متنوعة. فإذا أكل يأكل جبانا بالفرار إلى الجحر حتى يحس بالاطمئنان ولا يحس بل يظل إيه؟ يرجف. ودي اللي خدها من سورة النازعات يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة. ماشي؟ يرجع تاني بقى في المقطع رقم 3 ويتكلم عن النسور ويقول النسور الطليقة في الأفق تعرف مصرعها. أجمل حاجة في هؤلاء النسور أهل القمم أهل البناء المجاهدين الذين يحبون رفع الظلم أنه عارف أنه ميت تعرف مصرعها. وهي دي بقى أساتذة الشجاعة. الشجاعة أن تسير في طريق الموت دون أن تفكر في العودة. تعرف مصرعها. أنا ماشي في الطريق ده رايح أحارب الأعداء ما بعملش حسابي أن أنا راجع. لا ده أنا بسيب وصيتي قبل ما ما بمشي لأن أنا عامل حسابي أن أنا مش راجع. تعرف مصرعها. وكمان والعيون التي تترصدها. لاحظوا الجمع للكثرة. والعيون التي تترصدها. عارف أنه هو مراقب من كل حتة. شوف ترصد. يعني مراقبة لصيقة دقيقة تحصى عليه أنفاسه. وهذه المراقبة من أعدائه لا تسنيه ولا تصرفه عن هدفه الذي يريد تحقيقه وهو فتسدد نظرتها للمحال. يا ابني هذا الطريق الذي تسير فيه محال أن تصل إلى هدفك لأن أعدائك فيه كثير ووسائل الموت فيه كثير وأنت مراقب من كل اتجاه تحصى عليك أنفاسك. أبدا لن أعود. خلاص تعرف مصرعها والعيون التي تترصدها. شو بقى والنصال التي تتعاقب خلف النصال. النصل اللي هو حد السيف وهو واخد 31 و32 السطر 31 و32 من المتنبي. والنصال التي تتعاقب خلف النصال. المتنبي قال النصال التي تكسرت على النصال. لاحظ النصال التي تتعاقب إذن هي بتحدث عليه وسائل الموت متنوعة متعددة كثيرة. خلاص ومع ذلك لا يصرفه ذلك عن هدفه. ليه بيتحمل كل هذا الموت بصوره المتعددة؟ لأن الكبرياء التي قتلت جوعها. هو عنده قوة إيمانية داخلية. هذه القوة اللي هي حلاوة الإيمان التي تتغلب على مرارة الألم كما قال بلال رضي الله عنه. يبقى ده والنصال التي تتعاقب خلف النصال. افرض هو سألني وقال لي أن تعبيرين أفضل. هل يا ترى تعبير المتنبي ولا تعبير الشاعر بتاعنا أبو سنة؟ فهقول له لا تعبير المتنبي أفضل. ليه؟ لأن المتنبي قال والنصال التي تكسرت على النصال. بص لاحظ أنا اخترقت جسد السهام والعدو ما زال يرمي علي السهام. فالسهم الجديد لا يجد له مكانا في جسدي بسبب تواجد الأسهم القديمة فيصطدم السهم بالسهم فينكسر. ومع ذلك مكمل أنا. خلاص ومع ذلك أنا مكمل وصولا إلى الهدف الذي أسعى إليه. فرغم الإصابة إلا أنني إيه ما زلت مصرا للوصول إلى الهدف. أما كلمة تتعاقب هو مصر للوصول إلى الهدف ولكنه لم يصب. يبقى هما الاثنين بيشتركوا في إيه؟ في إن أنا أسعى إلى الهدف ولن ألتفت إلى المعوقات. هما الاثنين بيشتركوا في كده. ولكن عند المتنبي أنا أصبت وما زلت مصر. خلاص وهنا لم يصب وما زال مصر. فإذن التعبير هنا إيه؟ أشجع. خلاص لأن مع الإصابة المفروض الإصابة دي إيه؟ تخليه يخرج من
الملعب، ولكن هو مصر. ليه؟ تحقيقا للايه؟ للهدف الذي يسعى اليه. طيب، في المقطع الاخير عندنا اللي هو المقطع الرابع او الدفعه الشعوريه الرابعه او الدفقه الشعوريه الرابعه، النسور الطليقه في الافق، بص بقى، ترفع هامتها. الهامات جمع هامه والهام الراس، خلاص. الهامات هامات الرؤوس، والجمع ايه؟ هامه. مكتوب عندكم هي غلط، جمع ايه؟ هامه، وهي الراس. ورفعت هذه الراس، ها، هذه الرفعه كنايه عن العزه. اللي بيطقطق راسه المنكسر ده الجبان، اهل الباطل، اللي عامل جريمه. انما الشعور بالعزه وبالكبرياء ترفع هامتها وتحلق، تعلو، تخفق بالزهو. ودي الاستعاره، احنا المفروض بنخفق بالقلب، انما هي تخفق بالزهو. زهو اللي هو الكبرياء، ثقه في النفس. تخفق يعني تضطرب وتنبض. اللي هي عنده ايه؟ زي ما قلت لكم كده، الكلمه الجميله بتاعت بلال رضي الله عنه اللي هو حلاوه الايمان، اللي هي بتتغلب على مراره الالم، تخفق بالزهو. ماشي؟ عايز ايه؟ قال لي لا تتذكر خضر السهول، وهو يسعى لا تتذكر خضر السهول بخيراتها. طب عايزه ايه هي اصلا؟ تتعقب ورد الذرة، الذرة القمم، والمفرد ذروة. وهنا تعالوا نقف وقفة، هم عايزين ورد القمم. طب اخواننا في ورد هنا اهو في الارض، يقول لك لا انا مش عايز الورد ده، انا عايز الورد اللي موجود في القمه. خد مثال، ما ممكن الحياه ممكن تاكل وتشرب، بيقول لك لا انا اكل واشرب ولكني مهان، انسان مقيد، عبد، لست حرا. ولكن عندما أكون حرا، خلاص، سيدا في القمم، هاكل برضو واشرب. طب مثال أوضح، طالب الثانوية العامة ناجح 50%، بياخد استمارة مكتوب عليها ناجح بخيط مدور كده، مكتوب في وسطه كده ناجح حبر أزرق، هي نفس الاستمارة اللي بياخدها أول الثانوية العامة في مصر كلها، هي نفس الاستمارة، هو نفس الخيط، هو نفس الحبر، هو نفس الكلمة، ناجح. بس هناك فرق ما بين ناجح أبو 50% اللي هو ورد الحفر، وبين ناجح اللي هو أول الجمهورية اللي هو ورد الذرة، ورد القمم. في ناس صاحبة مزاج في إن هي تعيش في القمم، وفي برضه ناس صاحبة مزاج ان هي تعيش في الحفر. ومن هنا بيحصل صراع في المجتمع. في ناس عايزة تعيش في مذلة، وفي ناس عايزة تعيش في عزة. خلاص؟ ورد الذرة. بس ممكن يسألني سؤال ويقول لي هو في المقطع الأولاني قال تتذكر شكل السهول، وهنا بيقول لي لا تتذكر خضر السهول. أثبت ونفى. هل وقع الشاعر في تناقض؟ هقول له لا. بنت تتذكر ولا تتذكر؟ هقول له لا. لا ليه؟ بص بقى، هتقول له عشان النسور أصلا مروا بثلاث مراحل وهم يسعون إلى الهدف. ركز عشان المعلومة دي مهمة. إن هم في أول مرحلة كانوا يعلمون أن هناك حياة سهلة ولكنهم لا يمارسونها، عشان كده قال لي تتذكر شكل السهول. جاءت المرحلة الثانية، أن الكبرياء قتلت فيهم كل عوامل الضعف فأصبحوا لا يتذكرون. شفت؟
يبقى هل في تناقض بين تتذكر ولا تتذكر؟ اقول له لا. طب لا ليه؟ هقول له لان الكبرياء قتلت كل عوامل الضعف فاصبحوا لا يتذكرون. هم كانوا يتذكرون اولا ثم قتلت فيهم عوامل الضعف فوصلوا الى انهم اصبحوا لا يتذكرون. مثال سريع عشان تبقى فاهم ومقتنع بهذا الكلام الايه الجميل، لان انت بتشوف ناس اصلا ايه بتمزق في سبيل الوصول الى الايه الى الهدف وتتحمل، وانت تقول ازاي بسبب حلاوه الايمان التي تتغلب على مراره الالم. هقول لك مثال سريع. انت وانت في امتحان اخر السنه في اللجنه من 9 لـ 12 وبتمتحن في ماده ما، انت وانت قاعد بتمتحن بيبقى عندك هدف واحد بس لا تفكر الا فيه، وهو ايه هو الهدف؟ ان انت تجاوب الاسئله دي. ما بتفكرش بقى في البيت بيعملوا ايه، ولا في الاكل، ولا في مش عارف ايه، يا ترى هم دلوقتي في حد جالنا ولا ما جالناش. ما تفكر خلاص، نسيت اهلك ونسيت نفسك ونسيت اكلك وشربك ومش عارف ايه وكل حاجه كل حاجه كل حاجه كل حاجه نسيتها. انت ما عندكش غير هدف ايه واحد هنا اهو، لا تتذكر بقى. انما وانت كنت بتذاكر ها انت فاكر ان في حياه سهله بس لا تمارسها. انما عشان توصل للهدف ها قتلت الكبرياء فيك كل عوامل الايه الضعف. فانت عايز ورد الذره، فين ورد الذره ده؟ مش في الحفر الضيقه المظلمه اللي ريحتها مش حلوه، لا. فين ورد الذره؟ في الفضاء السحيق البعيد. طب هم عايزين ايه؟ حلم الكمال. اخوانا احنا ممكن نستورد دي، بس ليه ما نصنعهاش؟ كل الدنيا ناس اهل القمم بتخترع وبتبدع، طب ليه انا لا؟ في ناس تقول لك يا عمي مش بناكل وبنشرب خلاص، اهي دي حياه الايه الحفر. انما هو احسن مني في ايه عشان يبدع هذا الابداع العلمي الرهيب؟ ليه ما اكونش انا زيه واحسن منه؟ هي دي حياة النسور اللي هم عايزين حلم الكمال، عايزين ورد الذرة. مشكلتنا في الأرانب اللي عايزيننا نعيش عيشة الحفر. أذلاء ننتظر الإيه؟ الموت وهي عيشة والسلام. لا، لازم ورد الذرة، لازم حلم الكمال، ولازم نتحمل الألم وتتغلب حلاوة الإيه؟ الإيمان على مرارة الآلام. تعالى نتكلم دلوقتي في المرحلة الثالثة من النص، تعليق العام ونلمه. أنا قلت لك قلته كده إجمالا في الأول وهقوله إجمالا في الآخر، وعملت لك عملية شرح تفصيل عشان تبقى أنت حاسس بالمعاني اللي موجود فيها النص. وأجمل حاجة أن أنت سعداء بالكلام اللي أنت بتسمعه. تعالى نشوف أول حاجة بيقول لي بتتضح في هذا النص سمات الشعر الجديد اللي هو المدرسة الواقعية من ناحية اللغة. فأقول له إن هو الشاعر استخدم اللغة المحية بعيد عن اللغة التقريرية. خلاص؟ اللغة التقريرية إيه؟ يعني مثلا ما أقول لك أنا كده في أعالي الجبال، اللغة التقريرية إن الجبل كده مرتفع من المرتفعات، لا دي اسمها معنى تقريري. إنما اللغة المحية قلت لك إن هو في أعالي الجبال لكي تكون رؤيتهم للمجتمعات رؤية لها صفة الوضوح والشمول. الإيحاء المعنى الإضافي. الشموس أنت تقول لي الشموس جمع شمس والشمس نجم، ده المعنى التقريري اللي أنت بتلاقيه في المعجم. ولكن لما هو شبه النسور بالشموس قلت لك لأنهم رمز الحياة بالنسبة للمجتمعات، يعني المجتمعات بدون هؤلاء تصبح مجتمعات مظلمة ميتة. ماشي؟ واحد يا أساتذة ممكن ربنا يجعله سبب في أن يحيي أمة، يبقى ده اسمها اللغة موحية. ماشي؟ وأنا جايب لك أمثلة كتير من الكلام ده كده كله عشان تتضح الفكرة الأولانية. الفكرة الثانية إيه؟ بيقول لي كده يتصل ذلك قيام النص الشعري على الرمز. هو طبعا إحنا قلنا أصلا إن الشعر القصيدة تستخدم الإيه؟ الرمز، لأن سمة أساسية من سمات المدرسة الإيه؟ الواقعية. فالنسور كرمز لأهل القمم راح جايب لي بقى كلام الطموح والحرية والإباء والإصرار. أما لما أتكلم عن الأرانب
جاب رموز حياتها اللي هي الخمول والضعف والجبن والحرص على الحياة، وده احنا بناكل وايه ونشرب وخلاص ماشي، مش احنا كده كده عايشين بقى وخلاص مش عايزين وجع دماغ. طب الحاجة التالتة، اعتمد على اللغة التصويرية، والتصوير هنا اللي استخدمه أصحاب المدرسة الواقعية كانوا بيستخدموا الصورة الكلية والممتدة، وعندهم برضو صورة جزئية متمثلة في التشبيه وفي الاستعارة، ولكن هم أساس عندهم الصورة الإيه؟ الكلية والممتدة، لأن دي سمة أساسية من سماتهم. خلاص؟ طيب عندي ودي أمثلة للاستعارة وللتشبيه زي ما احنا قلناها. بيجي يقول لي يستوحي الشاعر بعض عباراتي من التراث مثل، فأنت هتقول لي ترجف بالخوف بين الظلال متأثر فيها بآية سورة النازعات يوم ترجف الإيه؟ الراجفة، ولما قال النصال التي تتعاقب خلف النصال هو متأثر فيها بقول المتنبي وكنت إذا أصابتني سهام تكسرت النصال على النصال، يبقى هو كده متأثر بالتراث. خمسة، استخدم الشاعر الجموع استخدام الجمع، وانتوا عارفين الجمع اصلا في اللغه يدل على الايه؟ على الكثره، فعندك مثلا النسور والجبال والشموس والنجوم والمنارات والمدارات والذره، خلاص دي ايه؟ الجموع اللي هو استخدمها، حتى كمان في جانب الارانب، لو الارانب والحقول والسهول والظلال والغدران ماشي؟ واستخدم المقابله بين حياه النسور وحياه الايه؟ الارانب، كما استخدم الايه؟ التكرار، عشان هو كرر كلمه النسور اكثر من ايه؟ من مرة، وكان بيبدأ بيها المقاطع الثلاث، وكذلك كرر كلمة الايه؟ الأرانب، وكرر جملة النسور الطليقة في الأفق كررها. طيب عندي هنا لاحظنا في القصيدة ان الفعل الماضي اقل من الفعل المضارع، والفعل المضارع ايه؟ اكثر استخدامه كثير، وانتم عارفين كلكم ان الفعل المضارع اصلا يدل على التجدد والاستمرار، وكمان بيدل على استحضار الايه؟ الصورة. أيضا من الملاحظات على هذا النص، وجدنا أن هذه القصيدة نموذج على شعر التفعيلة، وشعر التفعيلة ديت أصلا بنشرحه في المدرسة الواقعية، على اعتبار أن بيت الشعر اللي هو الشعر العمودي بيعتمد على ثنائية التفعيلة، يعني نغمة موسيقية هنا تقابلها نغمة موسيقية هنا، فيبقى في وزن، فهم حذفوا شطر وبقى شطر واحد، يعني بقى التفعيلة واحدة، فعشان كده سمي شعر الايه؟ التفعيلة. فلا يوجد وزن ولا يوجد ايه؟ قافية، وإنما تتعدد الايه؟ تتعدد القوافي. فمثلا فممكن يكون جاب اللام الساكنة المسبوقة بألف زي كلمة اللآل والجبال واحتمال والرمال والظلال، وممكن جاب كده مثلا ايه؟ ألف الإطلاق موقعها وخضرها وغدرانها وأحشائها ومداراتها، واضح؟ وممكن يجيب الكلمات اللي هي مسبوقة بالحرف اللي قبل الأخير الواو زي السهول والحقول، فهو حصل عندي إيه؟ في قافية، ولكن القوافي متعددة كسمة من سمات المدرسة الواقعية. أنتوا عارفين إن الموسيقى الظاهرة في الشعر بتتمثل في الوزن والقافية، ولكن هذه المدرسة لا يوجد فيها وزن ولا يوجد فيها قافية، وإنما هو اعتمد على الموسيقى الداخلية، والموسيقى الداخلية بتنبع من التناسق بين الحروف والإيقاع المتناسق بين الكلمات وبين الإيه؟ الجمل. خلاص؟ وعندكم مثلا بيجي يقول لي في الملاحظة الأخيرة بيذكرنا الموقف العام في النص بقول البارودي في قصيدته العينية: ألا إنما الأيام تجري بحكمها فيحرم ذو كد ويرزق وادع. وادع يعني كسلان. بيت البارودي، رغم ان انا بحب البارودي، بس انا قلت لكم يا اخوانا خليك وانت بتذاكر وانت بتدرس حر، لازم عقلك يفكر، ما ينفعش ان انت ما تفكرش. مش معنى ان البارودي قال يبقى خلاص الكلام بتاعه صحيح، مش معنى ان احمد شوقي قال يبقى الكلام بتاعه صحيح، لا افكر. مفيش اي حد يقول لك حاجه الا ما تفكر فيها. احنا مش ممكن كده، احنا لا نساق لا نربط من اعناقنا ويتم سحبنا الى الوجه الذي يريدونها هم، لا لازم تفكر وتشوف ده صح وده ايه وده غلط، ماشي؟ فلما يجي عندك هنا اقول لك ما الخطأ الذي ارتكبه البارودي في هذا البيت؟ ألا إنما الأيام تجري بحكمها، ادي اول خطأ.
خلاص، أن الأيام ليس لها حكم، وإنما إن الحكم إلا لله. خلاص أدي أول غلطة للبارودي. طب الغلطة الثانية، فيحرم ذو كد ويرزق وادعه، يعني الإنسان الذي يتعب اللي هو ذو كد يصاب بالحرمان، والإنسان الكسول يرزق. إذن هذه عشوائية الحياة، ودي تاني غلطة تصل إلى حد الجريمة طبعا. إنه لا، هي العملية مش عشوائية، فالله سبحانه وتعالى يقبض ويبسط، ماشي، يعني يبسط الرزق لشخص ويقبضه عن شخص. بس العيب اللي احنا فيه ان احنا حصرنا الرزق في المال فقط. اي ما هو فلان ده ما معهوش فلوس اصلا، اي بس عنده ايه، عنده عقل بيوزن بلد وعمل اختراعات ادهشت البشرية وهو فقير. الرزق اخواننا مش مال فقط، ولكن من الممكن اصلا ايه، سيهديهم ويصلح بالهم، السكينة والرضا النفسي رزق. يحرم منه غني عنده مليارات ولا لا يحس لا برضا ولا بسكينة، ودائما فقير يحس بالفقر، جعل الله فقره بين عينيه. ليه احنا حصرنا الرزق اصلا في المال؟ فدول الخطأين الموجودين في بيت البارودي، الا انما الايام تجري بحكمها فيحرم ذو كد ويرزق وادعه. وانا طبعا لو سبت البيت ده عندك كده هو هتقول لي طيب ما عشان انا طالب ثانويه عامه بقى هقعد اذاكر ليه؟ ما انا هذاكر وهتعب وهعمل حاجات دي كده كلها، وممكن احرم انا من المجموع العالي، وواحد زميلي اصلا كسلان وارنب والحاجات دي كده كلها، ويجيب مجموع كبير يبقى ملهاش لازمه المذاكره بقى. فشوف خطوره المعنى الغلط ممكن ياثر على حركتك في الحياه. فعشان كده خطير قوي 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 ان ممكن الفكره كده نبصها لك وتبقى الفكره غلط تاثر في سلوكيات ايه؟ حياتك. فوق فكر وعد هتفكر صح كده. احنا وصلنا الى المحطة الاخيرة في التعامل مع نص النسور، وانا هسيبكم في المحطة ديت، وهنتقابل ان شاء الله في رحلة جديدة ودرس جديد بإذن الله. شكرا والى اللقاء.